بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات الكريمة في سياق ما جرى على المسلمين في وقعة أحد من الابتلاء والامتحان وما صدر من المنافقين من الكلام السيء وما حصل للمؤمنين من الثبات والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
وماذا تكون العاقبة عند الله سبحانه وتعالى للفريقين. فقوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم، أي الغم الذي ذكره الله في الآية التي قبلها، ذكر الله أنه أثابهم غما بغم، اجتمع عليهم غما، غم الهزيمة وغم أنه أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل. لا شك أن هذا غم عظيم مترادف على أولياء الله، على أولياء الله، وكل ذلك بسبب مخالفة بعضهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في مغادرة الجبل الذي أوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يحرسون ظهور المسلمين، وقت دوران المعركة، فلما تركوا الجبل انتهز المشركون الفرصة فانقضوا على المسلمين من جهة الجبل خلف ظهورهم وهم لا يشعرون بهم، فحصلت النكبة على المسلمين، وحصل عليهم الضيق والضنك والشدة، كل ذلك نتيجة لمخالفة بعضهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم ثباتهم على الجبل الذي أوقفهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وقال لهم لا تتركوه سواء انتصرنا أو هزمنا. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، هذه الأمور وهذه الشدائد أزعجت المنافقين، أما المؤمنون فإن الله أمنهم وثبتهم في هذه الحالة العصيبة، فأنزل عليهم الأمان، أنزل عليهم الأمان والاطمئنان وعدم القلق، وهذا الأمان هو النعاس الذي أصابهم، والنعاس هو النوم الخفيف، لأن النوم دليل على الأمان، لأن الخائف لا ينام، الخائف لا ينام، فإذا نام فهذا دليل على أنه آمن. فالله جل وعلا أنزل على المؤمنين النعاس حتى يطمئنوا ويذهب عنهم ما أصابهم من الهم من الغم المتلاحق. فإن بعضهم قال كان السيف يسقط أو الصوت يسقط من يدي ثم أخذه ثم يسقط من النعاس. في هذه الحالة العصيبة، في هذه الحالة العصيبة، هذا حصل نظيره في وقعة بدر،
قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ففي وقعة بدر لما تقابلوا مع المشركين والمشركون معهم شوكة ومعهم قوة والمسلمون لم يستعدوا للقتال، في هذا الموقف غشاهم الله النعاس، ما كأنهم في موقف مخافة ليطمئنهم بذلك. لكن هذا النوم، هذا النعاس، أصاب المؤمنين فقط، يغشى طائفة منكم أي من المؤمنين، أما المنافقون فلم يصبهم النعاس، بل بقوا في خوفهم وقلقهم وانزعاجهم. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. المؤمنون لا تهمهم أنفسهم، وإنما يهمهم نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نصرة الإسلام والمسلمين، هذا الذي يهمهم، أما أنفسهم فلا تهمهم، لأنهم إن انتصروا فهم في خير، وإن أصيبوا فهم في خير، على الحالتين هم في خير، إما نصر وإما شهادة في سبيل الله. أما المنافق فإنه لا يؤمل خيرا، لا يؤمل خيرا، فلذلك هو دائما في انزعاج وفي خوف وقلق. ومن ذلك في هذا الموقف: طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، هذا السبب، السبب في أنه لم يصبهم النعاس أنهم يظنون بالله غير الحق، أما المؤمنون فهم يظنون بالله خيرا، يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى، وأما المنافقون فهم يظنون بالله غير الحق، يسيئون الظن بالله ظن الجاهلية، الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، والجاهلية التي كانت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، التي لم يدخل أهلها في الإسلام، يسيئون الظن بالله جل وعلا. المنافقون في هذا الموقف يظنون بالله مثل ظن الجاهلية، لأنهم إخوانهم يظنون أن الإسلام قد انتهى، أن هذه المعركة هي الفاصلة، وأن الإسلام قد انتهى، وأن أمر المسلمين قد اضمحل، هذا ما كان المنافقون يظنونه، وأنهم في موقع الموت والمخافة والخطر، لا يؤملون خيرا، أما المسلمون فإنهم يؤملون خيرا حتى في أضيق المواقف، لا ينقطع ظنهم بالله عز وجل، بل كلما اشتد الكرب اشتد تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، يظنون بالله غير الحق أنه سيتخلى عن رسوله
وأن المشركين سيستمر انتصارهم وتفوقهم على المسلمين وأن الإسلام قد انتهى. هذا ما يظنه المنافقون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال جل وعلا عنهم في سورة الفتح، كما قال جل وعلا عنهم في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا خطاب للمنافقين، يظنون أن الإسلام انتهى وأن الرسول غرهم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يظنون أن الرسول غرهم وأنهم وقعوا في خطر لا نجاة لهم منه، وهذا زيادة عذاب عليهم والعياذ بالله. ظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يلومون الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه أخرجهم إلى أحد وأنه لاقى بهم العدو الذي ليس لهم به طاقة، ولذلك حصل عليهم ما حصل. ليس لنا من الأمر شيء، ليس هذا تسليما منهم للقضاء والقدر، وإنما هو اعتراض على القدر، اعتراض على القدر، يظنون أنه لا قدر وأن الأمر لو كان بأيديهم ما وقعوا في هذا في هذه الشدة، لو كان الأمر في أيديهم، أن ما أصابهم بسبب أنه ليس لهم من الأمر شيء، ولا يؤمنون أن هذا بقضاء الله وقدره، بل يرجعونه إلى أنهم ليس لهم من الأمر شيء، ولو كان لهم من الأمر شيء لكان الحال غير هذا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، فهم يرجعون القتل الذي حصل على المسلمين إلى أنه ليس لهم من الأمر شيء، ولا يقولون إن الأمر لله، ولا يؤمنون بالقضاء والقدر والعياذ بالله. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لكن لما لم يكن لنا من الأمر شيء قتلنا، حصل ما حصل. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، رد الله تعالى عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا تقدرون أن تدفعوا عن أنفسكم، فمن قدر عليه الموت في مكان أو القتل في مكان فإنه يخرج من بيته ومن مأمنه ويذهب إلى مصرعه، يساق يقاد إليه، لا حيلة له في ذلك. قل لو كنتم في بيوتكم، ما أنتم في المعركة، في بيوتكم وعلى فرشكم، ما نفعكم هذا؟ إذا كان الله قدر عليكم القتل فستخرجون من بيوتكم وتبرزون إلى المكان
الذي قدر الله مصرعكم فيه تذهبون إليه. لبرز الذين كتب عليهم القتل، أي قدر عليهم القتل، إلى مضاجعهم، إلى مكان، إلى مكان، إلى المكان الذي يقتلون فيه. ولو احتاطوا، ولو بقوا في بيوتهم، ولو كانوا في وراء جدران وأبواب وحصون، تخرجه منيته، تخرجه منيته، لا بد من هذا. إذن المؤمن يتوكل على الله، سواء كان في بيته أو في المعركة، توكل على الله ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما قدر عليه فسيجري، ولو أخذ بالاحتياطات والحذر سيجري عليه ما قدر عليه. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة فيما جرى، بين الحكمة فيما جرى، وأنه ليس عبثا، وأنه ليس لهوان المسلمين على الله سبحانه وتعالى، ولا لعزة الكافرين عند الله، وإنما هو ابتلاء وامتحان ليتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا بد من الابتلاء والامتحان ليتميز الصادق في إيمانه من المنافق. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإلا لو كان الناس في رخاء دائما ما تميز الصادق من الكاذب، ولا تميز المؤمن من المنافق. لكن إذا جاءت الابتلاءات والمحن تميز المؤمن الصادق الثابت على إيمانه الذي يحسن الظن بالله ويؤمن بقضاء الله وقدره من المنافق الكاذب الخادع. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وليبتلي الله ما في صدوركم، يبتلي يعني يختبر. الناس ما يدرون عما في الصدور، الله يعلم سبحانه ما في الصدور، لكن الناس ما يعلمون، عندهم أن الناس سواء. لكن إذا جاءت الفتنة خرج الذي في الصدور، صار عيانا يراه الناس. يبتلي الله ما في صدوركم لأجل يخرج ما في الصدور من الإيمان أو من النفاق، وهذا لا يخرج إلا بالامتحان والابتلاء والمصائب. وليمحص ما في قلوبكم، يمحص يخلص ما في القلوب من الإيمان أو النفاق بهذه الفتن وهذه المصائب وهذه المجريات التي تجري على العباد. يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.
والله عليم بما في الصدور. الله يعلم بعلمه السابق الأزلي ما في الصدور، لكن الناس ما يعلمون هذا إلا بالمحن والفتن، فلذلك يجري الله هذه الفتن وهذه المحن حتى يعلم الناس من هو المؤمن الصادق من المنافق. والله عليم بذات الصدور، فهو ليس بحاجة إلى الابتلاء والامتحان لأنه يعلم سبحانه بدون هذا، ولكن هذا الابتلاء والامتحان من أجل أن يظهر للناس تميز المؤمن من المنافق حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، فيعرفوا عدوهم من صديقهم. والله عليم بذات الصدور. ثم إنه سبحانه وتعالى استأنف ذكر الذين فروا من المسلمين، الذين فروا وقت المعركة ووقت الشدة فروا من المسلمين، والذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين ثبتوا وترسوا بأنفسهم على الرسول، وصارت السهام تضرب في أجسامهم وصاروا دروعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم 13، 13 بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار، 13 لم يفروا لقوة إيمانهم ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوا معه في هذه الحالة. لكن كثير من المسلمين فروا من المعركة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين، لما التحم القتال وكثر القتل في المسلمين فر كثير من المسلمين من شدة الهول، لا من ضعف إيمانهم لكن من شدة الهول والذهول، ذهلوا ففروا. تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم كما ذكر الله في الآيات السابقة. هنا الله جل وعلا أراد أن يطمئن هؤلاء، أن يطمئنهم لئلا يحزنوا على ما حصل منهم، لأنهم مؤمنون ليسوا منافقين. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني فروا من المعركة لا يلوون على أحد، تولوا منكم يوم التقى الجمعان. ما هو السبب؟ إنما استزلهم الشيطان، الشيطان هو الذي استزلهم في هذه الشدة، لأن الشيطان ينتهز مثل هذه الأمور، استزلهم الشيطان أي أوقعهم في الزلة وهي الفرار والتولي. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا، ما حصل من الرماة حينما نزلوا من الجبل هذا مما كسبوا، وهذا سبب الهزيمة، سبب الهزيمة هو هذا.
ببعض ما كسبوا، ثم إن الله سبحانه طمأنهم فقال ولقد عفا عنكم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم، طمأنهم بذلك أن الله عفا عما حصل منهم لأنهم مؤمنون، وهذه زلة حصلت، والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. إن الله غفور حليم، غفور كثير المغفرة، حليم لا يعاجل بالعقوبة بل يمهل العبد لعله يتوب يرجع عن ذنبه يندم. ثم قال سبحانه وتعالى محذرا المؤمنين من صفات المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني المنافقين، لأنهم أظهروا الإيمان الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ، فهم كفار ستروا كفرهم بإظهار الإسلام. لا تكونوا كالذين كفروا وهم المنافقون، فهذا فيه التحذير من التشبه بالكفار. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، إخوانهم إخوان المنافقين، إخوانهم في الكفر، وقيل إخوانهم في النسب، فهم مؤمنون لكنهم إخوان للمنافقين في النسب لا في الدين. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا لتجارة أو غيرها، أو كانوا غزا، جمع غازي، أو كانوا غزا يعني غزوا في سبيل الله، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما سافروا ولا غزوا ما قتلوا، بقاءهم في بلدهم وفي بيوتهم وبين هؤلاء الجبناء يظنون أن هذا ينقذهم من القضاء والقدر. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هكذا يقول المنافقون، لأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر، لا يؤمنون أن من كتب عليه الموت أو القتل سيخرج إلى المكان الذي قدر الله أنه يموت فيه، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فبقاؤك في البلد وفي بيتك وبين جيرانك لا ينقذك من القضاء والقدر، سواء بقيت أو خرجت. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، بين الله الحكمة من قولهم. ما هي الحكمة لأنهم يقولون هذا الشيء؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، لأن لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. إذا أصابك شيء مع بذل السبب والاحتياطات
فاعلم أنه قضاء وقدر لا ينجي منه شيء. لو كانوا، هذه كلمة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك القول حسرة في قلوبهم. الذي يؤمن بالقضاء والقدر لا يتحسر أبدا، إذا أصابه شيء لا يتحسر، أو أصاب أخاه أو قريبه أو ابنه لا يتحسر، لأنه يعلم أن هذا قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. أما المنافق فإنه يتحسر، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، الأمر بيد الله جل وعلا، يحيي من شاء له الحياة، ويميت من قدر عليه الموت وشاء له الموت، لا راد لقضائه ومشيئته سبحانه وتعالى. والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. فالقضاء والقدر هذا إلى الله، ليس لكم فيه حيلة، إنما المطلوب منكم العمل، المطلوب منكم العمل الصالح وفعل الأسباب، لا تتكل على القضاء والقدر وتترك الأعمال، هذا قول الجبرية، بل تؤمن بالقضاء والقدر وتعمل، تعمل الأعمال الصالحة وتأخذ بالأسباب النافعة. والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير، يعلم ما تعملون سبحانه وتعالى، ولا يضيع عملكم عنده، لا تخافوا على أعمالكم الصالحة أنها تضيع، بل خافوا من أعمالكم السيئة، لا تخافوا على حسناتكم أنها تضيع، بل خافوا من سيئاتكم، والله بما تعملون بصير، من خير أو شر، وما تقولون من خير أو شر الله يعلم ذلك، وسيحاسبكم عليه ويجازيكم عليه يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم إنه سبحانه وتعالى طمأن المؤمنين على ما يجري عليهم من خير أو شر، فقال سبحانه: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قتلتم في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، أو متتم، المجاهد إذا مات من غير قتل فهو شهيد أيضا. ولئن متتم في سبيل الله أو قتلتم، الله سبحانه وتعالى ما يضيع أعمالكم، ولئن متتم في سبيل الله، ولئن متتم أو قتلتم في سبيل في أو متتم ولئن متتم في سبيل الله أو قتلتم لإلى الله ترجعون، ترجعون إليه سبحانه وتعالى. ولئن متتم في سبيل الله أو قتلتم لرحمة من الله ومغفرة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أول شيء لا يضيع عملكم، وثانيا مردكم إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لكم مفر عن الله سبحانه. ما هو معناه إذا متتم أنكم تذهبون وتنتهي الأمر وتفنون ولا تبعثون يوم القيامة، لا، فالذي يقتل يبعث، والذي يموت يبعث ويجازى بعمله أيا كان.
ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم بين الله سبحانه وتعالى أخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة، أصله فبرحمة وزيدت ما للتأكيد، زيدت ما للتأكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي للمؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم هين لين مع المؤمنين: لنت لهم في كلامك وفي تعاملك معهم، ولم تقس عليهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كونك لنت لهم هو الذي جمعهم عليك، جمعهم عليك وألفهم معك، لنت لهم. فهذا دليل على أن المؤمن يلين مع إخوانه المسلمين ولا يغلظ عليهم. فبما رحمة من الله، هذه رحمة من الله جل وعلا جعلها في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولو كنت فظا، الفظاظة في القول، غليظ القلب أي قاسي القلب، فظا في القول وقاسي القلب، لانفضوا أي تفرقوا من حولك. فالذي جمعهم على الرسول صلى الله عليه وسلم هو صفاته الحميدة وتعامله الطيب. وكذلك يجب على كل مسلم وكل داعية أن يتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتألف الناس ويرغبهم في الخير ولا ينفرهم. قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولو كنت فظا في القول، غليظ القلب يعني قاسي القلب عليهم، لم فضوا من حولك. فاعف عنهم إذا حصل منهم خطأ أو زلة، فاعف عنهم. من صفته صلى الله عليه وسلم أنه يعفو، أنه يعفو عن من أخطأ وعن من أساء، حتى في حقه صلى الله عليه وسلم. من أساء في حق الرسول فإن الرسول لا ينتقم لنفسه أبدا، وإنما يعفو ويصفح، ولكن إنما ينتقم لله عز وجل. إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم، أما لنفسه فما كان صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه. فاعف عنهم ولا يكفي هذا، واستغفر لهم، اطلب لهم المغفرة عما حصل منهم، وشاورهم في الأمر. كل هذا تأليف للمسلمين: شاورهم في الأمر، إذا حصل أمر مشكل، إذا حصل أمر مشكل من غزو أو غيره، أو صلح من غزو أو صلح أو غير ذلك من الأمور المهمة، فشاور أصحابك، شاورهم في الأمر أولا، لأن هذا يطيب خواطرهم، وثانيا ربما يدلون، ربما يدلون بآراء صائبة ومفيدة، صائبة ومفيدة. فالمشورة فيها خير. قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم، يشاورون في الأمور، وشاورهم في الأمر، يعني الأمر المهم. أما الأمر الذي لا يصل إلى حد الأهمية فله محل مشورة. الأمر الواضح
ليس محل مشورة، إنما المشورة في الأمور الغامضة المبهمة المهمة، شاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت على شيء بعد المشورة فتوكل على الله، لا تعتمد على المشورة أيضا، بل توكل على الله، اجمع بين المشورة والتوكل على الله جل وعلا. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب، الله جل وعلا يحب، من صفاته أنه يحب ويبغض ويسخط ويكره سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتوكلين الذين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لما أمر بالتوكل عليه بين أن النصر من عنده، أن النصر من عنده، وأن من نصره الله فلا غالب له. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم، لا لم ينصركم، خذلكم ولم ينصركم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد. إذا لم ينصرك الله فلن ينصرك أحد أبدا. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قدم المعمول على العامل للحصر، وعلى الله أي لا على غيره، فتوكلوا الأصل فتوكلوا على الله، لكنه قدم الجار والمجرور اللي هو المعمول على العامل لإفادة الحصر، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهنا وعلى الله فتوكلوا أي لا على غيره، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا أمر في أننا نخلص توكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورنا، لكن لا نقتصر على التوكل، بل نأخذ أيضا بالأسباب، فنجمع بين الأسباب النافعة والتوكل على الله، لا نعتمد على الأسباب فقط ولا نعتمد على التوكل ونترك الأسباب، بل نجمع بين الأسباب النافعة والتوكل على الله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الصحيح. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز للإنسان إذا علم أنه مصاب بالعين أن يقرأ البقرة في الصباح وفي المساء، وماذا يفعل إذا علم أنه مصاب بالعين ولا يعلم من الذي أصابه؟ نعم، عليه بالرقية، عليه بالرقية
بقراءة الآيات مع النفث على نفسه، قراءة سورة الفاتحة وتكرار سورة الفاتحة وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر هذا ويقرأ من القرآن ما تيسر، البقرة وغيرها، والله جل وعلا يشفيه. ثم أيضا يا إخوان، ليس كل إصابة تكون بالعين، لأن بعض الناس عندهن العين كل شيء، لا، هناك أمراض، هناك أشياء كثيرة، ليس كل شيء هو العين. فلا يصير عندكم تحفز من العين ووساوس من العين دائما وأبدا. نعم، الإنسان يأتي بالأوراد الشرعية ليحتمي بها من العين وغيرها من المحذورات صباحا ومساء. نعم، يقول: أيهما يقدم من يرغب، أو أيهما يقدم من يرغب في طلب العلم؟ هل يبدأ بحفظ القرآن ثم يطلب العلم، أو يحفظ المتون ويطلب العلم في نفس الوقت؟ كونه يبدأ بحفظ القرآن هذا طيب، هذا تأسيس، يحفظ القرآن أولا إذا تيسر، ثم يطلب العلم. نعم، وإذا جمع بين حفظ القرآن وطلب العلم في آن واحد فلا بأس بذلك. نعم، يقول: هل المشورة ملزمة للذي يقطع في الأمر، أم له أن يخالف رأي ما أجمع عليه الذين شاورهم؟ إذا تبين له غير ما أشاروا به عليه فإنه يأخذ بالأمر البين، أما إذا لم يتبين له الصواب فإنه يأخذ بالمشورة. نعم، يقول: هل صلاة الجماعة واجبة على كل رجل، وما حكم من يقول بأن صلاة الجماعة ليست واجبة؟ اللي يقول أن صلاة الجماعة غير واجبة هذا من عنده، هذا كلام من عنده، أما كلام الله ورسوله فهما يدلان على وجوب صلاة الجماعة، عمل المسلمين يدل على وجوب صلاة الجماعة، يسبح له فيها يعني في المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الذي لا يخاف من هذا اليوم يترك صلاة الجماعة، أما الذي يخاف من هذا اليوم فإنه يحافظ على صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة، ووصف من تخلف عنها بالنفاق، وتوعده بالوعيد أنه هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار لشدة جريمتهم. أما من يقول أنها غير واجبة هذا كلام من عنده لا يقبل. نعم، يقول: هل يوجد بالبيت العتيق مكان اسمه الملتزم، وما فضله؟ نعم، الملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب، يقف المسلم فيه ويدعو الله عز وجل بما يريد من أمور دينه ودنياه وما يهمه، هذا سنة. نعم، هل ساتر والستار من أسماء الله الحسنى أو صفاته؟ نعم، الله جل وعلا هو الستار وهو الستير، فهو من أسمائه الحسنى، يستر على عباده ولا يفضحهم. نعم، يقول: إذا حاضت زوجتي ونحن في مكة، هل تبقى بالفندق طيلة مدة الحيض، أم لا بأس إذا بقت في ساحات المسجد الحرام؟ لا تدخل المسجد الحرام، أما أن تكون خارج الأبواب، خارج أبواب المسجد الحرام فلا مانع من ذلك، إنما لا تدخل من أبواب المسجد الحرام إلى داخله إلا إن كانت تريد المرور فقط، كانت تريد المرور فقط لا بأس،
إلا عابري سبيل، أما من يريد الجلوس وهو جنب أو حائض فلا يجوز له أن يجلس في المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد. نعم. يقول: اشتريت سيارة بثمنها في السوق وهو 10,000 دينار، وبعتها 14,000 دينار على أن أقبض الثمن بعد 4 أشهر، هل ذلك جائز؟ إذا اشتريت السيارة وغيرها وتملكتها وقبضتها فلا مانع أن تبيعها بثمن حال أو ثمن مؤجل، ويكون المؤجل أكثر من الثمن الحال، لولا الزيادة ما أجل الناس بيوعاتهم، فهم لا يؤجلون إلا طمعا في الزيادة، فلا بأس بذلك والحمد لله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. نعم. يقول: أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، لكن والدتي تمنعني من الصيام لأني مريض بالسكر وتخاف أن أتعب، وحاولت أن أقنعها ووافقت، هل أكون قد عصيت أمي؟ إذا كان الصيام يؤثر عليك بسبب السكر فلا تصم، وهذا يراجع فيه الطبيب، ما تراجع أمك، تراجع الطبيب، إذا قرر الطبيب أن الصيام يضرك فلا تصم، إذا قال الطبيب أنه لا يضرك ولا مانع منه فصم وعلم أمك، قل إني شاورت الطبيب وأنه يقول ما عليك خطر لأجل أنها تقنع. نعم. هل الخمار فرض للمرأة وما هو الحجاب الشرعي؟ الحجاب الشرعي هو ما يستر المرأة سترا كاملا، سترا كاملا بما في ذلك وجهها وكفيها كفاها وقدماها، هذا هو الحجاب الشرعي، وحجاب الوجه خاصة هو الخمار، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الجلال الكبير، تدني منه على وجهها، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن معنى يدنين، فأخذ طرف ثوبه وغطى به وجهه رضي الله عنه ليفسر بذلك الآية للسائل. نعم. يقول: ما الفرق بين الصدر والقلب، وأيهما المسؤول عن الخشوع والخضوع والذي تجري فيه الروح؟ القلب في الصدر، الصدر مجرد الصدر لا، لكن القلب، القلب في الصدر محله الصدر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي إيش؟ التي في الصدور. نعم. يقول: في بلادنا أحزاب إسلامية، ما حكم الانتماء إليها وما حكم الانتخابات الموجودة بين هذه الأحزاب؟ الإسلام ليس فيه أحزاب، الإسلام حزب واحد، حزب الله، حزب واحد على الكتاب والسنة، ما في الإسلام أحزاب وتقسمات وانقسامات، هذا ليس من الإسلام، الإسلام يحث على الاجتماع، على اجتماع الكلمة وعلى التعاون وعلى المحبة بين المسلمين والتآلف بين المسلمين، هذا الذي يحث عليه الإسلام، أما الأحزاب فإنها تفرق المسلمين وتورث الحزازات والانقسامات والبغضاء بينهم، فلا يجوز، المسلمون حزب واحد، حزب الله جل وعلا. نعم. يقول: سماحة الشيخ، نرجو منكم توضيح حكم الاقتداء برؤية هلال رمضان من بلد لبلد، وهل يجوز لمن يعيش في دولة أخرى أن يعتمد على صيام المملكة لأنها تصوم وتفطر بالرؤية، وما حكم الاقتداء
أيضا بالفطر في البلد الذي نعيش فيه بالمملكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الهلال، رؤية الهلال يصام عليها ويفطر عليها. في أهل البلد الذي رؤي فيها الهلال صومون جميعا. أما البلاد الأخرى التي تختلف المطالع فيها فيصومون برؤيتهم هم، يصومون برؤيتهم هم، فإذا صام المسلمون فصم معهم، وإذا أفطروا فأفطر معهم، ولا تنفرد عن المسلمين. نعم. يقول إذا كانوا في بلادي يعتمدون على الحساب وليس الرؤية هل أصوم معهم؟ صم معهم، صم مع المسلمين، صوم يوم يصومون، يوم صومكم يوم تصومون، الفطر يوم تفطرون، فصم مع المسلمين، إذا صاموا صم معهم، وإذا أفطروا أفطر معهم، ولا تشر عنهم، لأن هذا ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يقول من يريد أن يؤمن المستقبل في بلادنا لا بد له أن يزور بعض الأوراق قبل أن يلتحق بالعمل، مع العلم بأن الدولة تعلم بهذا التزوير ولا تحرك ساكنا، فما حكم ذلك؟ عليك بالصدق وعدم التزوير وعدم الكذب، لا تعيش على التزوير وعلى الكذب، ولو أن الناس اعتادوه أنت لا تمشي عليه، لا تمشي إلا على الصدق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. يقول هل الوقوف عند الأذان بالمسجد الحرام من تعظيم البيت؟ هذا ما ورد أنك تقف عند الأذان، تقف أو تقعد كله سواء، لو كنت قاعد وأذن لا تقوم، ولو أنه أذن وأنت واقف فلا تجلس، على حسب ما يسهل عليك. نعم. يقول في حال سفر المرأة في الرحلات الجماعية المختلطة وهي تريد الوضوء، فهل تمسح على خمارها أو تنزعه وتمسح على الرأس؟ عند إيش؟ يقول في حال السفر للمرأة في الرحلات الجماعية التي فيها اختلاط وهي تريد الوضوء، فهل تمسح على خمارها أو تنزعه وتمسح على الرأس؟ المرأة إذا أرادت أن تتوضأ فإنها لابد أن تستتر عن الناس، تستتر عن الناس، فإذا توقفت السيارة أو وسيلة النقل توقفت فإنها تعمل سترا، إما أن تتوارى خلف جدار أو في مكان معد للوضوء، أو تقول لأخواتها المسلمات التي معها يستر بعضهن بعضا بالثياب وتتوضأ وضوءا كاملا. نعم. يقول ما حكم من يغتاب الناس بدعوى المصلحة للمسلمين، ومن الذي الاغتياب ما فيه مصلحة للمسلمين، الاغتياب ما فيه إلا أكل لحوم المسلمين، قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. ألا يتجوز الغيبة بحال من الأحوال إلا في حالة التخاصم عند القاضي،
تقول فلان مماطل، فلان يأكل حقي، فلان يكذب علي، أو ما أشبه ذلك، لأجل تصل إلى حقك. أو إذا أنهيت إلى الحسبة ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلاغا عن إنسان مجرم، تقول إنه لا يصلي، إنه يفعل كذا وكذا من المنكرات، فتذكر ما فيه من أجل أن الهيئة أو الحسبة يجرون معه الإجراء اللازم.